السلام عليكم، معكم أمير. مرحبا بكم في قناتكم تريك برو. اليوم إن شاء الله جبت لكم تطبيقين من أجل الحصول على صلاحية الرود بدون استعمال جهاز الكمبيوتر. قبل التعرف على التطبيقين نتحدث قليلا عن صلاحية الرود. صلاحية الرود وهي خاصية تمكنك من التعديل على كل شيء في الهاتف، أي شيء تريد التعديل عليه في السوفتوير الخاص بالهاتف تستطيع التعديل عليه. كثير من الأشخاص يقولون أن صلاحية الرود هي خطيرة ومضرة بالهاتف. صحيح هي خطيرة، ولكن للأشخاص الذين لا يستطيعون أو لا يعرفون استعمالها جيدا. الأشخاص الذي أنصحهم بالرود هما ثلاث أشخاص: الأشخاص الذين يحبون الجيمز، الأشخاص الذين يريدون تشغيل التطبيقات التي تتطلب الروت، والديفلوبرز الأشخاص المتمكنين في هذا المجال. أما الأشخاص الذين لا أنصحهم بخاصية الروت هم الأشخاص العاديين الذي يحتاج هاتفه إلا في أنترنت أو الاتصال أو التصوير. هذا الشخص لا أنصحه بروت لجهازه. الآن من أجل الحصول على الروت بدون اللجوء إلى جهاز الكمبيوتر، أول تطبيق وهو نذهب إلى موقع كينغ روت ونت. هذا هو، ثم نضغط على داونلود ابيكا ونقوم بتحميل البرنامج. البرنامج الثاني وهو iroot.com، هذا هو الموقع الرسمي. ثم نضغط على Download for Android. عند الانتهاء من التحميل نقوم بتثبيت التطبيقين. نبدأ بiroot، نضغط على Continue ثم Install. ثم تخرج لك هذه اللافتة، نضغط على هذا السهم ثم Install Anyway. الآن تم التحميل بنجاح أو التثبيت بنجاح. ثم نقوم بتثبيت البرنامج التالي وهو KingRoot. نفس الشيء ونفس الطريقة، انستال ثم مور ديتاي و انستال anyway. ونضغط على داون. وطريقة التشغيل سهلة، نذهب إلى iRoot مثلا، نضغط على I agree ويبدأ البرنامج في البحث عن الروت، ثم تعطيه الصلاحية للروت. أنا أعطيت صلاحية الروت من قبل، لهذا لن أضغط على الزر. نذهب إلى كينغ روت أيضا ونفس الشيء، نضغط على try it ويبدأ في البحث عن الروت المناسب. عند الانتهاء من روت الجهاز نحتاج برنامج آخر، وهو برنامج موجود في بلاي ستور، وهو برنامج روت تشيكر.
كل هذه البرنامج تجدونها أسفل الفيديو إن شاء الله. بعد التحميل نضغط على Open ونضغط على Verify Root. كما ترون هذا جهازي في خاصية الروت لأنني فعلتها من قبل. هذا كل ما لدينا لهذا اليوم. إن شاء الله يكون درس اليوم قد أعجبكم. وصلاحية الروت من رأيي هي جيدة جدا، خاصة في ظل توفر كثير الكثير الكثير من التطبيقات التي تدعم هذه الصلاحية. هذا كل ما لدينا اليوم، وفي درس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وديروا سبسكرايب للاشين يوتيوب، وبقى لي نقول لكم ربي لاقينا في الخير إن شاء الله.